وضع خطط أمنية على مستوى جميع الكنائس على مستوى القاهرة وتأمينها بالكامل ومع يعني مع بالتنسيق مع يعني إدارة المرور والحماية المدنية وإدارة البحث ووضع الحرم الآمن بحيث إن مترددين على الكنائس يعني سهولة الوصول للكنائس وأثناء الاحتفالات وحتى المبادرة. كل الكنائس إن شاء الله في تأمين كامل لكل كنيسة في بقى لها ضباط نظام وبحث ومجموعات مسلحة. بقى في حرم آمن للكنيسة نفسه في تفتيش وتعقيم ضد أخطار المفرقعات. إن شاء الله يبقى أيام سعيدة على إخواننا المسيحيين يقدروا يقضي شعائر العبادة بتاعتهم في أماكن العبادة في الكنائس والأديرة بسلام واطمئنان إن شاء الله.